تخطيط، اذا كان تخطيطك زين منتخبك يكون زين. احنا للاسف احنا كان عندنا تخطيط، ما نبي نقول اثناء البطوله، ولكن بعد خسارتنا من الهند بالبطوله الذهبيه اللي صارت عندهم بالهند، عرفنا المفترض شكل المنتخب الهندي شلون راح نلعب وياه المفترض، ولكن احنا عندنا ضعف بالتدريب او المدرب او الستاف كله بشكل عام، يعني لان انت لعبت وياهم تقريبا الان هذه المباراه الرابعه وانت ما فزت عليهم، هم فايزين عليك بالذهبيه، اربع مباريات متتاليه مواجهات الكويت والهند، خساره مره ما في ولا وتعادل وتعادلين صح. وبالتالي انا اعتقد واحنا كنا نقولها دائما حتى من الحلقات السابقه، على المفترض الاتحاد، وهذا كلامي ايضا يعني يعني ايد كلام اخوي فواز، على الاتحاد المفترض بعد ثلاثة اشهر حق المواجهه لليوم كنا قاعد نقول ان احنا شيل المدرب، المدرب ما يصلح، ما يصلح لانه ما قاعد يعطيك شكل جديد حق المنتخب، هذا واحد. اثنين، اليوم احنا خلنا نبدي من قبل ما نلعب مع مباراه الهند لتسعة ايام، خرج المنتخب الكويتي لتشكيلته للمباراه هذه قبل تسعة ايام، شو اللي سووه بتسعة ايام؟ المفترض انت في لاعبين بالكويت تم اختيارهم صار لهم يمكن تقريبا 13 14 يوم ما شاركوا، وبالتالي انت المفترض شو تسوي؟ تلعب مباراه تجريبيه على صح قبل الهند، على اساس المدرب المنتخب يشوف لاعبينه. احنا مشكلتنا للاسف وهذه واضحه اصلا العموم، ما انا اقولها ولا حتى كل رياضي يقولها، اليوم مو هذه اختيارات، مو اختيارات مدرب، خلينا نكون واقعيين، هذه اختيارات تحط له ورقه على الطاوله تقول له اعطني هذه الاسماء اللي راح نبيها حق المنتخب، هو بس يحطون صورته تم تشكيل المنتخب على هذه الاسماء. واضح، لان انت ما يصير انت كمدرب ما تعرف لاعبينك، في خمسه اليوم لعبوا مع منتخب الكويت ما يلعبون، ما عندهم استمراريه مع انديتهم، خمس لاعبين ما بذكر اسماء، ولكن خمس هم يعرفون اسماءهم يعني. بس ابو محمد هذا شيء اللي قاعد تقولونه يمكن تو تطرق لابو عزيز، قال بشكل عام رايي، قال رايي، اليوم انت تثني على رايه، فمعناته الحين كبر حجم الموضوع اللي انتم قاعد تذكرونه، الموضوع الموضوع مو بسيط اليوم. احنا بالشاشه لما نتكلم نقول انا اجزم بان المدرب هذه مو اختياراته، ورقتي له ويوافق عليه. واضح 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 هذا واضح، ليش انا قاعد، فالموضوع مو صغير، الموضوع قدام المشاهد، في يعني نجوم قاعد يجزمون على هالكلام. لا بترك إيه؟ هذا كلام خطير. احنا شنو اساسنا على هالكلام؟ شنو خمس لاعبين ما يلعبون، ما عندهم استمراريه مع انديتهم، هذا دليل انه شنو؟ ماكو لياقه بدنيه عدل. فانت لما يكون عندك خمس لاعبين اشركتهم مع منتخب اليوم الكويت وهم ما عندهم استمراريه لعب، هم يقعدون دكه، الشوط الثاني ينزل ربع ساعه ثلث ساعه، اليوم تشوف اساسي مع منتخب الكويت، هذا يعطيك مؤشر ان المدرب ما قاعد يشوف اللاعبين. يعني لو كان يشوف لاعبين انت المفترض تودي حق هذه المباراه الاجهز. اي انت لما تقول مثلا مؤشر هني انا ممكن اتفق وياك، يعني فهمت ان مؤشر تحليلي يقول بان المدرب ما في التعاون اللي بينهم ولا هو عارف لاعبين. اكيد إيه؟ هني شو اسوي انا بتركي؟ العب مباراه تجريبيه على اساس يعني على قولتهم اكسر كلامنا اللي احنا قاعد نقوله الان، على اساس اشوف فريقي وين واقف من ناحيه اللياقه البدنيه، من ناحيه النفسيه، من ناحيه الذهنيه. محمد منو غير فيصل زايد؟ على كلام منو؟ فيصل زايد، رضا هاني، الضفيري، الباك الشمال، كلهم اساسيين، ما يلعبون اساسيين هذول، كلهم يلعبون احتياط. يعني هذا طول الدوري قليل لما تشوفهم اساسيين، كلهم يلعبون بدله. يعني خلنا حتى يعني هذا انا اقول دائما كذي، اخذ الاساسي، اخذ اللي ما يستحق انه يوصل حق منتخب الكويت، لا تاخذ اللي مع احترامي هذا من نادي فلان ولا هذا من نادي فلان. وانا قلتها سابق واقولها الان، احنا هذا منتخب الكويت، ما نهيئ انديتنا على حساب منتخب الكويت، لابد ان احنا نهيئ منتخب الكويت على حساب على حساب انديتنا، هذا شيء. شيء ثاني، اتفق مع جمال، احنا اليوم ما طلعنا من البطوله ولا طلعنا من التصفيات، احنا عندنا مباراه ثانيه امام افغانستان، وبالتالي ولكن احنا ما قاعد ننظر كرياضيين ما بعد افغانستان، احنا فزنا على افغانستان وصلنا. اليوم انت لما تتكلم تطالع بالجدول تشوف منتخب قطر 13، تشوف منتخب ايراني ازيد من 11 نقطه، إيه؟ تشوف المنتخب السعودي، تشوف الياباني، تشوف الاسترالي، احنا هذول اللي احنا وين مكاننا وياهم؟ إيه؟ مو مكاننا مع الهند ولا افغانستان، احنا فزنا على افغانستان، ما بعد افغانستان ما بعد المباراه راح